أمام التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الكشفي، وبظل تغير المفاهيم والتراجع الكمي والنوعي بعلاقات الأفراد والتفاعل المجتمعي، تطل جمعية الكشاف التقدمي بذكرى يوبيلها الذهبي برؤية جديدة منفتحة على عالم يتغير بسرعة وهادفة للعبور إلى مستقبل أفضل. مرتكزة على 50 عاما من العمل الكشفي وعلى مبادئ سامية أرسى دعائمها المعلم كمال جنبلاط لخدمة المجتمع وبث الفرح في نفوس الشباب، ومستمرة بدعم كامل من وليد جنبلاط، تعمل جمعية الكشاف التقدمي على إعادة ترسيخ وتقوية الروح الكشفية كمدرسة للحياة. تحديات كتير كبيرة، نحن عم نبحث عن شركاء بالتربية، لأنه نحن نساهم بالتربية في دور الأهل، في دور المجتمع المدرسي، ونحن الدور الذي يكمل وليس هو بديل عن دور الأهل والجمعية والمجتمع والمدارس. صعوبات كتير كبيرة، بس بتجربتي الجمعية في نقاط قوة بتتسجل للجمعية. الجمعية بالخمسين سنة قدمت للمجتمع خيرة الشباب والصبايا اللي نجحوا بشتى مناحي الحياة، كان ساتروا عائلة أو علموا أولادهم أو نجحوا هني صاروا قدوة والمثل. إذا جمعية الكشاف التقدمي باليوبيل الذهبي أكثر إشراقا وأكثر ثباتا. بالتوازي مع ذلك، وضعت جمعية الكشاف التقدمي الجدول الزمني لأنشطة اليوبيل الذهبي. تبدأ الأنشطة منتصف حزيران وتستمر لغاية تشرين الأول، وتتضمن سلة واسعة من النشاطات التدريبية والترفيهية ودورات تطوير البرامج وتأهيل القادة واستحداث المناهج ومخيمات فرعية للجوالة ومخيم المقيم والمغترب واللقاء العائلي السنوي ورالي الكشاف السنوي ومخيم إشراقة الشمس، وبالختام مؤتمر اليوبيل الذهبي. مؤسس الحركة الكشفية بادين باول له قول شهير: اسأل الولد. نحن لازم نلبي احتياجات الولاد، ولازم نوفر لهم الإمكانيات للخلق والإبداع والتطوير. هالشيء رعيناه بالمناهج الكشفية اللي هي جزء منها أنشطة فردية وأنشطة على مستوى المجموعات الجماعية، ليكون في علاقات قوية ضمن الفريق وتأسس لمستقبل أفضل بالمجتمع. هالأنشطة هي أنشطة المغامرة والاعتماد على النفس، بس كمان هي أنشطة الفرح. لازم نزرع بنفوسنا الفرح، لأنه كل ما يحيط فينا حزين، فالجهوزية بشريا وماديا متوفرة. يبقى مشاركة البيئة الحاضنة بالأنشطة، وكلياتنا نكون سفراء لجمعية الكشاف التقدمي، نحكي عن الجمعية بإيجابية وعن عيدة حتى نزرع المعنويات ونرفع الأمل للجيل الجديد. في المخيمات الكشفية، وهي مدرسة بكل معنى، يتذوق الكشاف الروح الاجتماعية والتعاون، قالها كمال جنبلاط في الستينات، وما أحوجنا إليها اليوم لخلق جيل يسهم في بناء نفسه وتطوير المجتمع. الأهل بقول لهم أنه هاي جمعية لأولادهم، هي البيت الثاني، هي العائلة الثانية، هي البيئة الآمنة والمناخ الملائم، وهي مدرسة للحياة مثل ما سبقت وحكيت. قائدنا